أخدوا الشاب وحملوا حالهم وطلعوا، عمره 16 سنة، أخدوه بالألفين واثناش بواحد سبعة بشهر السابع قبل رمضان بعشرين يوم، ومن يوم لليوم ما بعرف عنه أي شيء. طلعت الشباب عاد طلعوا مجاهدين برفعوا الراس، ويوم من الأيام إن شاء الله بنلتقى نحن وياهم بجنات الفردوس بجزن رب العالمين، نحن وياهم جميع أمهات الشهداء نلتقى نحن وياهم. الثاني يعني كمان قتل، الكبير ما بعرف طلع مع الشباب وما بعرف عنه شيء، واثنين قتلوا بدرعة، ولو عندي عشرة لقدمهم بسبيل رب العالمين. رحت عندي كم سجل زيتون، رحت لحتى يعني أصر الزيتون تبعهم، ورحت إجاني خبر أول واحد قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، رد ما في كم يوم بينه وبين أخوه 17 يوم، كمان بقولوا والله الصغير قتل. قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل.